يلا يا شباب يلا 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 اجمل شريطة روح يلا جيتي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وحش ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر دراحك طيب خذ شغل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الله ايوه فين عزمك فين عزمك فين لسه بنقول مفيش اعمار هوب قال لك فيها ولا الكاميرا شغاله وراك يا خالد بسم الله مع السلامة يلا روح حل ريليز توحشنا عاشر يلا خذ احنا بس هاش يربونا الوجه يا شباب اللي فاضي مشتوقر على مهلك على مهلك خلاص هو لازم ياخذ لفه على مهلك تروح تركود هذا ولا لا كنعد 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 ما شاء الله ما شاء الله حلو روح اللي طلع عليه ده الواحد الثاني بيجري كنعد صغير هتبدا تطلع على تنط ارمي ارمي كاست يا ابو قنديل ارمي كاست والله كان اداء حلو لسه بقول لك عايزين واحد بطروخ ادي بطروخ شفت بقى اللي انت كنت عايز تديني حته منه ابو جنديل تعال 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 سريع لا ايوه ده خدت من ايه يلا 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 لا عشان ده ليه تكه في الوجه يلا ما شاء الله ما شاء الله لحظه بس على مين على مين تمام واضح واضح خلي خلي روح روح على مهلك على مهلك واضح ما شاء الله بس لم 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 بالراحه لم لم بسم الله ما شاء الله يلا ما شاء الله اضرب اضرب يا ابو انديل عايز تقوم رجلك رجلك ابو انديل صراحه انتبه رجلك دخل خلي بالك دي سمكه نادره دخل دخل ايش قلت لك ابو انديل نرجعها ميه يعني مش نرجعها ميه ما قلت لك مش نرجعها لا يا عمي صل على النبي لا 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 خلاص ابو نايف هتعدل صح اسكت صلاتي على النبي والله عاش والله عاش ما شاء الله هذا الواهو ما شاء الله تبارك الله والله لنا كم طلع ندور عليه بنشوفه بس ما بيضرب ما شاء الله تبارك الله دواهو واهو صح موجود في البحر الاحمر ولا مو موجود 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 الله يفتح عليك يا كابتن والله يعطيك العافيه يا كابتن ما شاء الله تبارك الله صيد ما شاء الله من الاخر يلا ارفع قصبتك ايوه يلا ما شاء الله تبارك الله الصلاة على النبي معكم مصور الحلقة ومخرجها ولا كذا يلا الصلاة على النبي حبيبي الملايين حبيبي ارفع يا وحش ايه شو اللي خسر ليمون اي واحد عنده فايت قوي نهب نضحك نخرج من الجو شويه ما شاء الله تبارك الله يلا الصلاة على النبي دوقي يلا يلا روح ارفع 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 نسبتك اي ارفع ولم يلا يلا خلاص هو طلع اهو خلاص يلا الوجه اللي عندك اهش تعال من ورا قصب عشان ما تتعور انت لا كذا وجهك خلاص جي تي ذا ولا جي تي؟ احا احا في حاجة مروح؟ دي من ولا ايه؟ شكله اهو من الجنب والله من الجنب وممسوك عشان كده طلع والله تقيل هترفعه ولا والله ما عليه ايه ارفعه خلاص ما بيدك ارفعه خلاص مشكوك هوكين ثلاثة هوكات
الله يعطيك العافية وحش عشان كذا تعبك عارف دائما الجنب يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله. لا ما اسوي حلو شكرا بس كبيرة بس نرجع لورا انا مش حديدنا ممكن يقع ها خذ خطوة قدام خذ خطوة شوف يسار دايما خليك بس ابو نعمه خليك عندك ما شاء الله تبارك الله الله اكبر عندك ماشي عايش اكل يلا يلا يا بطل ما شاء الله تبارك الله الوحش اللي هناك طلب العرض دوغي 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 جيتي يا شيخ يعني فاهم اديني كاميرا وامسك الوجه خلاص يعطيك العافيه شكرا ما شاء الله تبارك الله الصلاه على النبي انتبهوا هنا يا شباب اذا كان بقى وشيل سمكتك تعال تعال ما شاء الله تبارك الله ايه يا دي الصلاة على النبي عاش يا كبير الصلاة على النبي ايه ده كفو ايه ده والله كفو ما شاء الله تبارك الله على النومات النومات النبي يلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية يا وحش عافيك والله ما قصرت مولد ابو نايف حبيبي حبيبي يلا يا عسل بوسة ايوه يا سلام يا عيني رمي التماس طويله وعاليه تبارك الله هذا ناقل ان شاء الله ويعملها ناقل ويعملها وينسى هواك ما شاء الله تبارك اديني في الغدا اديني في الغدا بسرعه يا جماعه ما شاء الله تعال هنا تعال 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 هنا تعال 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 الصلاة حبيبنا أحلى بنايف أحلى بنايف وأحلى صحبة ما شاء الله تبارك الله إيه الحلاوة دي إيه الحلاوة يا محمد والله فراولة هاك وحش روح صلاة على النبي صلاة على النبي شو هالتوتة مش عايز تحزم؟ ها؟ أكيد يا رضا ايوه ايوه صلاة على النبي الله كبير ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله معلم جديد يسار ها روح روح يسار روح يسار محمد روح يسار ايوه انا وينك بتجي يلا فك اسبوع الله ينورك يلا 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 ايه يا رضا هات هنا هات ما شاء الله تبارك الله ايه ده ايه ده الصلاة على النبي والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ثقيل والله ابو غندير ها يا رضا ايش في يا رضا ايش بك اليوم؟ ابو نايف انا هقول لك على كلمة بس والله العظيم يعني فاهم جتهات ورا بعض كده انت فاهم مش عايز انا يعطيك العافية شكله كده قصر ها؟ لم لم التليم رفع له يا عم ليه؟ يا سلام يا سلام عليك
حبيب والديك يا عيني خلاص ابويا بدام وفق ما تزعل منا انا نزعل منك انا ازعل منك انت ايش شديت يا رضا رضا ايش قلت له هو قال لي انا عايز سمك هو بعت له على دول بعت له رضا ما شاء الله تبارك الله سلام 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 هذا احمر ما شاء الله هذا ناجل ان شاء الله يلا ناجل الصلاة على النبي ناجل ويعملها وينسى هوار اشوف الوان الاحمر يتواصل بسم الله ما شاء الله ورد عليك ابو نايف ايه ده ورد عليك قلت لك اصبر كله جاي تقول لي العبره بالخواتيم كبير يستاهل يعطيك الف عافيه تبارك الله لون جميل يعطيك الف عافيه هو ده اللي تتصور معه هو ده اللي تصور معه على قولتك صح كيف النفسيه والله النفسيه حمراء ما شاء الله ما شاء الله حلو صليخ حلو لا حلو لا انت واخد توكيل النهارده لا كمان صريخ ده احلى ده صريخ ما شاء الله تبارك الله نايف الوحش يعطيك العافية ما شاء الله انت الوحش اليوم ما شاء الله تسلم انت والشباب ما شاء الله ما قصرت ايوه يا اخوه سمعني ده سيربي يا جماعه انزلوا لك هو اكيد طيب لا قفل ايش فيه؟ لا حيروح كده عليك كتير كتير قفلت قوي كده لا معاك روح يا وحش روح معاك لسه معاك قطع لازم لا قفلت كتير والله كانت هذه نهاية حلقتنا لليوم إذا أعجبك المحتوى لا تنسى تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لأنه هذا الشيء راح يفيدنا جدا في القناة نشوفكم إن شاء الله في رحلة ثانية في أمان الله مع السلامة